تعالوا ناخد اول سؤال من الاسئله اللي عندنا النهارده. الاستاذه فاطمه. استاذه فاطمه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه فاطمه، ازاي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. نعم وفضل الحمد لله. وحضرتك طيبه يا فندم. الله يكرمك. انا بشكر حضرتك جدا على البرنامج الجميل ده والنور كده اللي بيشاع كده. والله الواحد كده ينبسط لمده ساعه واقل من ساعه كده واحنا بنسمع حضرتك نشوف وشك البسوف ده. والله الواحد يرتاح نفسيا. ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركه ويعمر قلبك وبيتك بالنور والبركه يا فندم. امين يا رب العالمين. حضرتك انا كنت عاوز اسالك، انا ابني عنده يعني هو كويس جدا ما فيهوش حاجه، بس ما اعرفش يعني اليومين دول عنده قلق نفسي كده واضطراب نفسي وما بينامش. سنه كام؟ نعم سنه كام؟ هو عنده حوالي 40 سنه، 41 سنه. متجوز ولا لا؟ متجوز ومخلف. طيب هو دلوقتي حصل اي تغير؟ حصل اي تغير في حياته؟ حصل شغل؟ حصل خلاف بينه وبين زوجته؟ والله يا فندم هو مش خلاف يعني، لكن هو الولد متلخبط وقلقان على طول. هو كان والده حصل له كده يعني، جاله مرض حزام نار يعني، فهو قلق عليه جدا فقعد ثلاث ايام ما ينامش. بعد الفتره دي لا ده مش جديد، ده لازم يا استاذه فاطمه، ده لازم ما يكونش جديد يعني. القلق ده لازم يكون دوت كان قديم، بس الحكايه دي كشفته. أيوة يعني هو لازم يكون ممكن. القلق دوت كان عنده قديم شويه. ممكن والله يا فندم، بس احنا ما كناش واخدين بالنا يعني. طيب الحل، حضرتك بتساليني نعمل ايه عشان نتخلص من القلق ده؟ والله ايوه يا ريت، بس انا في حاجه تانية كنت عايز اسال حضرتك عليها. اتفضلي. ان هو ابتدى ياخد الدكتور يعني اداله دواء كده قرص كل يوم، فهو مش عاوز ياخد القرص ده لانه ما بينامش وخايف، يقول لي انا مش عايز اخش بقى في سكه الادويه ومش عارفه ايه. وبعدين مراته مفروض ان هي تاخد بالها منه. انا اقول لها طبعا هو في الفتره اللي فاتت دي القلق والحاجات دي هو عصبي وبيزعق شويه وكده، فاقول لها يا بنتي خدي بالك من جوزك. تقول لي وانا مين ياخد باله مني؟ ما هو برضه هي عندها حاجه فاطمه، برضه هي عندها حق. فتعالي نحل المساله حل متعدد الرؤى، ما يبقاش حل على ناحيه واحده بس. ليه طيب؟ لان عايز اقول لحضرتك ان في الظروف اللي زي دي ممكن القلق يعدي، ولو القلق اتضرب في البيت كله، البيت كله ممكن ما يستقرش. فلذلك احنا محتاجين ندعم البيت كله، ما ندعمش شخص واحد بس. خليني اسال حضرتك، سؤالك بقى فين؟ انا سؤالي ان هل هي جوز ان هي مثلا تسيبه في الفتره دي وتروح تقعد عند اهلها؟ يعني جالهم ناس ضيوف وعايزه تقعد معاهم وكده، فتسيبه بالاسبوعين من غير ما تقعد معاه في البيت خالص وتحرمه من بنته؟ يعني هل هذا شرعا يجوز؟ سؤالي هل القلق بتاعه بيأثر على ان هو بيعمل حاجات يعني مثلا ما ينزلش الشغل؟ القلق ده ممكن يخليهم يمنعهم ان هم يتحركوا بشكل؟ لا القلق بيوصل لايه؟ القلق هو ما بينامش كويس، وبعدين عصبي بقى يعني، مثلا اي حاجه ما تعجبوش يروح مزعق حتى في بنته الصغيره. يعني مع ان هو بنته الصغيره عندها كام سنه؟ عندها 3 سنين. طيب سيبيني اجاوب على حضرتك، واجاوب على حضرتك بعده ابعاد. يعني اول حاجه طبعا الست مش من حقها تسيب بيت جوزها غير باذن جوزها، بس الزوج نفسه الكلام لازم يكون واعي لانه مسؤول عن رعيته. فاذا كان هو شايف ان في بعض الاشياء هتبقى خطر على نفسيه البنت وخطر على علاقته بزوجته، لازم هو يكون حكيم. قد يكون الاختيار الافضل ليه ان هو ايوه يبعت زوجته وبنته ان هي يبقوا في الوقت دوت لغايه ما هو يسترد هدوءه ويسترد طبيعه حياته. اذا كان هو حصل له هذه الازمه فمش من المناسب ان بنته تشوفه في الطريق بالشكل ده، لان بنته لو شافته بالشكل ده والاولاد بيبقوا عاملين بالظبط زي الزرع الاخضر، فلو حصلت له حراره شديده ممكن يدبل مره واحده. فممكن ده تبقى تترسم صوره الراجل ده في عين البنت دي بانه شخص بشع وحش. فقد يكون هو من ذكائه ومن حكمته وكمان من ضغطه على نفسه عشان يحاول يخرج من الحاله اللي هو فيها دي بسرعه، ان هو يحصل ده، يحصل ان بنته ما تكونش موجوده
ومراته اللي هو بيحبها واللي حريص عليها ما تكونش موجودة، وهو عنده انفعالات مش قادر يحكمها. لأن هو إيه اللي حاصل؟ هو لما حصل إن هو خاف على السند بتاعه اللي هو والده، حصل له إن هو بقى حصل له انفجارات شعورية هو ما بيقدرش يسيطر عليها. فإيه اللي بيحصل؟ فبيحس إن هو انفعالاته دي هي اللي بتحميه، فبقى دوت نوع من أنواع زي ما بيقولوا كده سيلف ديفنس، فهو مش دريان بنفسه. فإحنا في بعض الأحيان بيبقى الابتعاد مسافة عند الأشخاص اللي مش قادرين يسيطروا على نفسهم دوت اختيار رشيد. لكن هو المسألة بقى إزاي هو يقدر يجمع ما بين إن هو حريص على البيت وحريص على إن البيت ما يتشتتش ويبقوا الاتنين مع بعض. هو لازم يقعد ويسمع كلام الدكتور بشكل صحيح. مفيش حاجة اسمها إن هو راح للدكتور وبعد ما راح للدكتور أصلا مش عايز أخد الدواء. لا، ياخد الدواء عشان يعجل بالتئام الأسرة وأصلحوا ذات بينكم. هو ده كلامنا النهاردة في الآية بتاعتنا واللي بنعيشه النهاردة. هو عايز يصلح الأسرة، يسعى إلى إن هو يتخلص من الحالة دي بسرعة جدا. فبتسأليني يعمل إيه؟ ياخد الدواء بانتظام، يراجع نفسه ويجلس مع زوجته، يجلس مع زوجته يتفقوا. هي أكيد مش بتروح تقعد في بيت أهلها عشان هي عايزة تقعد عند بيت أهلها، هي خايفة. خليني أقول لك الحقيقة، يعني هي خايفة، خايفة من الانفعالات، خايفة عليها وعلى بنتها. فيقعد معاها قعدة رجولة وصدق مع النفس، يقعد معاه ويتفقوا هما الاثنين على إدارة الفترة دي. هي لما تحس إن هو حاسس بيها وحاسس بمشاعرها هي هتكون بنت أصول وعطرعية، لكن غير كده لا. هي الست مش من حقها إن هي تخرج من بيت جوزها، بس كمان جوزها لازم يكون حريص على نفسيتها ونفسية ابنها. معانا الأستاذة إيمان من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة موضوع الحلقة النهاردة حلو جدا. أما بالنسبة للسؤال، هما سؤالين دلوقتي. أنا بالنسبة لي جوزي والدتي توفوا ورا بعض، وفات منهم رمضان وهما كانوا عيانين مرض الموت. بالنسبة لوالدتي 86 سنة، هل المفروض أأدي عنها فدية شهر رمضان في الصيام؟ وجوزي نفس الحكاية. طيب، هما المرض اللي عندهم ده هيبقى المرض ده، كان الدكاتره بيقولوا ان المرض ده مش هينفع. هو على كل حال انت هتطلعي فديه عن الاثنين، يعني لو اثنين فضلوا مرضى، الاثنين لو فضلوا مرضى فتره شهر رمضان ثم انتقلوا بعد فتره بعد شهر رمضان، يبقى هندفع فديه عنهم هما الاثنين. يعني المفروض ان انا هدفع عن الاثنين فديه بالنسبه لشهر رمضان. بالظبط كده. لو هما عاشوا في فتره شهر رمضان، طب لو عاشوا اقل من مثلا فيهم حد توفى في 15 رمضان، هندفع فدية على قد ما الأيام التي عاشها في رمضان. واضح؟ واضح. ربنا إن شاء الله ما تيجي ندعي لهم إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في فسيح الجنات ويجعلهم لهم أجر الشهداء إن شاء الله، بدل هم الاثنين انتقلوا في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأيام الطيبة. فإن شاء الله ربنا يجعلهم في فسيح الجنات ويجعل قبرهم منزلا للأنوار والأسرار، ويجعلهم في خير حال، ويجعلهم في من السعداء، ويجعلهم مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. معنا السيدة أم حبيبة. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا مولانا، أنا كان عندي سؤال في الزكاة. اتفضلي. بعد إذن حضرتك، في دلوقتي واحدة ستة غلبانة، كنت يعني بديها شهرية مثلا أوكي، وأنا عارفة إن هي إن شاء الله أول يوم العيد الفطر هيبقى عندها قوت يومها هي وعيالها أوكي، فدي المفروض واجب عليها الزكاة. فبفكر إن أنا أطلع الزكاة بالنيابة عنها، فهل ده يجوز واطلعها ازاي؟ يعني اديها مثلا الفلوس واقول لها خديها دي لحد غلبان تاني؟ انت بتتكلمي عن زكاة الفطر. زكاة الفطر. طيب، يجوز ان الواحد ينوب باذن الشخص ده عن الشخص ده في ان هو يطلع زكاة الفطر عنه. يعني انت تقولي لها ان انا هطلع. نعم، ما ادهلهاش في ايديها واقول لها طلعها انت. لا، انت بتقولي دلوقتي ان انت هتطلعي الزكاة عنها، سواء هتطلعي الزكاة عنها بإذنها إن أنت تطلعيها، أو إنك أنت تدي لها هي تطلع عن نفسها، الاثنين سواء. تمام. خلاص؟ الاثنين سواء. يعني إيه؟ هي أذنت لك إن أنت تطلعي زكاة الفطر عنها، يبقى ده جائز. ده هيبقى على سبيل الوكالة. لا، أنت هتدي لها الفلوس وهي تطلع، ده الاثنين سواء، ليس هناك إشكال. تمام؟ تمام، شكرا. عفواً. أستاذ رمضان يتفضل. ألو. الو، اتفضل يا استاذ رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ نعم، وفضل الحمد لله.
عامل ايه في الصيام يا حاج رمضان؟ كل عام وحضرتك طيب. عامل ايه في الصيام؟ ربنا يعينك. بخير الحمد لله، بارك الله فيك. كل عام طيب يا فضيلة الشيخ. انت طيب يا سيدي، قول لي سؤالك يا حاج رمضان. الله يخليك. هو سؤالي حضرتك، انا بحكم وظيفتي انا شغال امن في شركه. طيب. فحضرتك دلوقتي بحكم شغلي والراجل الرئيسي في العمل يعني مكلفني ان انا اخلي بالي من ده ومن ده، ففي بقى بيحصل مثلا حاجات يعني مش كويسه. واخبر حضرتك؟ طيب. ابلغ بيه، فمثلا بيجي يمشيه او يجي يمشيها. طيب. واخد بالك؟ فهنا السؤال بقى، هل انا كده يعني عند ربنا كويس ولا يا عيني يا ابني؟ هقول لك، هجاوبك يا حاج رمضان. بص، ده هو ده سؤالي حضرتك. بص يا حاج رمضان، هو ما دام الراجل ده بيتكلمك عما يتعلق بحدود الشغل مش بحدود حاجات اسرار شخصيه للناس دي، يعني احنا امتى بنكون بنطلع على عورات الناس؟ لو بنطلع على عورات الناس فيما يتعلق بالاشياء الشخصيه، انت ما تجيش تحكي عن حد اشياء الشخصيه يعني، لكن تيجي تحكي على الناس الاشياء اللي تتعلق بالعمل. اذا كنت انت شغلتك ان انت مراقب لأداء الناس، فكونك بتيجي تبلغ بأداء الناس فدوت ليس فيه حرمة. ده شغال أو ده مش شغال، دي مش قضيتك. قضيتك إن هو طلب منك أن تبلغوا الناس شغالة ولا مش شغالة. الناس بقى تقصيرها في العمل هو اللي بيفضي فيها إن هي تطرد من عمل أو ما تفضلش في العمل، دي مسألتهم هم بس. بس عشان ما حدش يقول دي قسوة ولا مش قسوة، بلاش الطريقة دي. بلاش الطريقة دي اللي بتخلي الناس يتكرس فيهم الفساد. خلوا الناس تشتغل، خلوا الناس تشتغل ويبقوا مصادقين ومخلصين. بلاش نعتبر، انا هقول لكم حاجه في فلسفتنا، في مره من المرات بعد رمضان كده نتكلم عنها، بلاش فلسفه ان صاحب الشغل ده راجل جبار واللي تحته او المدير ده راجل عنده سلطه والراجل لا. احنا عندنا عقد، عندنا امانه، أنا أجير وباخد أجرتي على عمل ولازم أأديه بشكل صحيح، فإذا ما كنتش بأديه بشكل صحيح لا ألوم إلا نفسي، ولازم نتقي الله سبحانه وتعالى ونتقن عملنا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فما فيش الكلام ده. يبقى أنت إذا لو كنت بتعمل فيه جزء اختصاص عملك فده جائز وليس فيه مشكلة، لكن الجزء الذي يتعلق بأسرار الناس الخاصة ده مش من حق حد يطلع عليه ولا من حق ان هو يتتبع عورات الناس. الحاجه ام علاء تتفضل. ازيك يا دكتور عمر؟ ازيك، ازي حضرتك يا حاجه ام علاء؟ كل سنه وحضرتك طيب. نعم الحمد لله. وحضرتك الحمد طيب؟ الحمد لله. انا عندي سؤالين اثنين يا دكتور عمر. اتفضلي. السؤال الاولاني، انا بخرج زكاه المال، ابني ما عنده مال، بخرج طيب. زكاه المال عني وعن جوزي وعن ابني، في مثلا عروسه هتتجوز بنعمل لها مطبخ، بخرج عن مفروشات عيني واحدة واحدة. هل ده صح ولا غلط؟ واحدة واحدة، انت بتتكلمي عن زكاة الفطرة ولا زكاة المال؟ لا زكاة المال. يعني انت بتطرعي على الفلوس بتاعتك وفلوس ابنك وفلوس جوزك، بتطلعي على الفلوس دي كلها زكاة المال. انا بتكلم ابني مثلا ساعات بيديني زكاة المال، باخد منه جزء. يعني انت جزء. يعني انت الست الحكيمه اللي هي زي الست فاطمه تعلبه كده، ربنا يديك الصحه. لا يعني انا كده مثلا هقول له مثلا هدي فلانه. اسمعي بس، اسمعي بس، فبتجمعي زكاه زوجك وبتجمعي زكاه ابنك كلها؟ مش كلها، سواء انا كلها. باخد منها. بص يا دكتور عمرو، طيب. بنعمل مطبخ لعروسه مثلا هتتجوز، طيب. ساعات اجيب لها مفروشات او هدوم، طيب. او ملبس، المهم بخرج زكاه المال عيني ومادي، ده صح ولا غلط؟ طيب اصبري بس، انت زكاة المال دي لو اللي هي محتاجة الحاجات دي والحاجات دي ضرورية ليها، يجوز ان انت تحطيها في الزكاة بتاعتها. بتبقى محتاجة. بس ما استني بس، استني بس عشان اقولك. لأحسن تروحي تجيبي لها بدل ما هي محتاجة تلاتة فرش تجيبي لها 48 فرش. لا. اسمعي، ما تسمعيني طيب، ما انا بقولك اهو. يعني الحاجة دي لو كانت حاجة ضرورية تبقى من الزكاة. يبقى الحاجة دي لو حاجة ضرورية تبقى من الزكاة. هي محتاجة بوتاجاز، محتاجة مطبخ، ده الناس ما بتعرفش تعيش غير من ده، يبقى دوت موجود. هنا ضروري بمعنى ضروري يعني حاجز باللغة الفقهاء. ما هو المطبخ ضروري يا دكتور عمرو، المطبخ. أيوة، ما انا بس بفهم الناس، لان في لغة الفقه وفي لغة الحياة بتاعتنا. لغة الفقه ان دي حاجة اسمها من الحاجيات، ليس من الضروريات، اللي انا لو ما عملتهاش اموت. محدش بيموت عشان المطبخ يا حاجه،
فهو ينفع ان انت تدي لها الحاجات دي، ينفع ان انت تدي لها، يبقى حاجه اتنين، ينفع تدي لها فلوس تروح تشتري جهازها لو هي مش قادره، وينفع تدي لها فلوس وينفع كمان تشتري لها المطبخ، الاثنين صح. وان شاء الله دول يكون من الزكاه، وربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتك اللي انت بتعملي كده. هو ده الاداره الحكيمه لمساله الزكاه، ان احنا نخلي حياه الناس احسن وافضل. فجزاك الله خيرا يا حاج ام علاء، الاثنين ينفعوا من الزكاه. الاستاذه امنيه تتفضل. استاذه امنيه، ازيك يا دكتور عمرو؟ نعم وفضل الحمد لله. لو سمحت كان عندي سؤالين كده. اتفضلي. اول سؤال، هو انا عموما عندي 23 سنه. طيب هو انا ليا زكاه؟ يعني انا المفروض انا لسه باخد مصروفي من والدي. طيب يعني عايز اعرف لو ليا زكاه اطلع قد ايه من المصروف؟ لا انت الزكاه بتاخد المصروف بتصرفيه؟ بصرفه على الحاجات الاساسيه اللي هي الدراسه. كويس، بتصرفيه يعني بتصرفيه؟ ايوه بصرفه. خلاص ما عليهوش زكاه. تمام. هو انا طيب الزكاه، بص يا استاذه امنيه، لازم الزكاه تكون على مال نامي. ايه اللي بيحصل؟ بيدخر ويفضل سنه حول ويكون بلغ النصاب. خلاص؟ يبقى بلغ النصاب 85 جرام ذهب وحال عليه الحول. انت عندك ده؟ أيوة. ربنا عندك ايه؟ عندي سلسله وختمين لا سلسله وختمين دول مش عليهم زكاه برضو. انت عايزه تصدقي صح، عايزه تعملي خير، حاسه ان انت عايزه تعملي خير، لان انت حاسه ان انت عايزه تغيري علاقتك بربنا صح؟ الحمد لله. ايوه. طيب خلاص اخرجي صدقات بقى، طلعي صدقات ان شاء الله. بس انت مع الحلي معلوش زكاه، الحلي بتاعك ده اللي انت السلسله والاسوره والحاجات والخاتم دول ما عليهمش زكاه. خلاص ينفع اطلع صدقه بدنيه حد مثلا ربنا يكبر بخاطره فرح حد غيري؟ يلا رب يلا توكلي على الله وربنا ساعتها يجبر بخاطرك ويخرجك من اللي انت فيه. يلا بالتوفيق ان شاء الله. الله يكرمكم.